الزراعية بسبب موجة الأمطار الأخيرة. المزارعون دعوا في لقاءات مع الحرة الجهات الحكومية إلى تعويضهم من جهة وإيجاد الحلول المستقبلية لهم كي لا تتكرر الأضرار مع كل طارئ مناخي من جهة أخرى. تقرير إيمان بلالة. خسائر بمئات ملايين الدنانير منيت بها قرابة 5000 مزرعة صحراوية في كربلاء بسبب موجة الأمطار الأخيرة، فضلا عن تأخر أصحابها بجني محاصيلهم لغلق الطرقات المؤدية إليها لأكثر من أسبوع أثناء زيارة عاشوراء وعدم تزويد مديرية الزراعة لهم بالأغطية البلاستيكية. أولا الطرق عندنا مسددة بأيام الزيارة، وعندنا الحاصل ما يوصل للسوق، والاسعار عندنا تعبانه يعني ب 5000 ب 4000 الصندوق، فما ما يعوضنا يعني ما يعوض الفلاح. 5000 مزرعه جت المطره تلفت الثلثين الحاصل تلفت عندنا، بقى ثلث واحد يعني ما يسد حاجتي، انا خسران 25 مليون مزرعتي ما قطعتها من اليوم. قدمنا على التجهيزات الشعب الصحراويه بشهر الخامس بالصيف، قدمنا رشحوا اسمانا طلعت قبل المطره هذا الشهر بشهر 11 بثلاث ايام، لا يزال معاملاتنا بعد بروتين التجهيزات ولا صار فينا القطع. المزارعون ناشدوا الجهات المعنيه بزيارتهم والوقوف على الاضرار التي خلفتها الامطار في مزارعهم وابارهم، مطالبين الحكومه بتعويضهم وايجاد الحلول المستقبليه لهم كي لا تتكرر الاضرار مع كل طارئ مناخي. وفي اتصال هاتفي مع مديرية زراعة كربلاء أكد مديرها للحرة التزام دائرته بجدول زمني لتوزيع الأغطية البلاستيكية بدأوا بتطبيقه قبل أسبوع، مشيرا إلى أنه لم يتسلم أي كتاب من وزارة الزراعة يتضمن تعويض المتضررين من موجة الأمطار الأخيرة حتى الآن. دمر كل الزرع، فلازم يسوون حال للفلاليح، بيوت عندنا وقعت، بيار انهدمت راحت تلفت، فاكو اضرار يعني كلش قويه عندنا، فنرجو يعني من خلال قناتكم الموقره التوجيه الاعلام حتى يطلعون لجان ويشوفون الاضرار مالت الفلاليح. بذاك الزمن ثلاث معامل معجون البستاني وكربله والموصل، هل من المعقول دوله 10 سنوات ما تقدر تنظم لها معملين بالعراق؟ من جانب آخر ارتوت صحاري كربلاء وازدانت بالعشب بعد انتعاشها بالمطر، فيما استقبلت أوديتها وشعابها المياه المتجمعة لا سيما داخل الأراضي العراقية لتتحول إلى مجرى مائي يصب عند منخفض الرزازة الذي لم تتأثر مناسيبه المنخفضة أصلا بشيء حتى الآن، فيما يتوقع أن يستمر تدفق هذه المياه خلال الأيام المقبلة لا سيما مع هطول أمطار إضافية في الأراضي السعودية. إنه هذه السيول استطاعت أن تقلل نسبة كبيرة من الأملاح اللي تعلو الأراضي الزراعية الشاسعة وخاصة زراعة المحاصيل الاستراتيجية. مصدر رئيسي للرزازة هو ما يأتيها من الحبانية، هذه مصادر مساعدة يعني حقيقة قد تغير، ولكن مو التغيير الكبير اللي ننتظره. قبل يومين ثلاثة يشوفون القوة هذه المي أكثر من هاي القوة، هسه هي بدت بالانخفاض. إيمان بلال، الحرة، كربلاء. مشاهدينا فاصل.